حالي ايه بتحد لي فهمي يا حيط يا بقره شرحك يا ابو العوض صاير شي العقلة كأنك عم بتخربط ما عفيتو كان طبعا كازغان شو بدي عبدي عيران بس بيني وبينك خايفة عليها من والله يا مرتعمي ما كان قصدي انه احرقه هو انحرق لحاله بعدين انا نسيته هلا بصير لي جاهه وعجوة وعجوة قومي شريفة اشربي الدواء من ايدي يلا عم اقول لك قومي شو بيعرفني هي هيك فوزية قالت لي ان الولد اسماعي وراحت لك